الفرق بين الموتى والميتون؟ الموتى استعملت في القرآن الكريم للميت حقيقة، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الميتون استعملت في القرآن الكريم لمن لم يمت بعد، مثل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. الموتى للميت حقيقة، الميتون لمن لم يمت، من روائع الدكتور فاضل السامراء. معلومة لغوية: الميت هو الذي فارق الحياة أو محتضر لم يمت بعد، وجمع ميت ميتون وأموات وموتى، والمؤنث ميتة والجمع ميتات.